يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن البوتن كومبوننت بالنسبه للسوين كنترول. بس خلينا نبص بسرعه على الاوريجينال ابلكيشن بتاعتنا. هنلاقي هنا ان اللوجن موجود عليها تايتل اسمه اللوجن هنا بالنسبه للبانل بتاعت اللوجن ويندو. فلو جينا حبينا نعمل التايتل ده هنا بالنسبه للبانل الموجود عندنا، فاحنا ممكن نعمل السيلكشن البانل بهذا الشكل، وبعدين بعد كده نروح لويندوز وبعدين نختار بروبرتيز. فالبروبرتيز دي هتظهر لنا تاني بروبرتي اسمها بوردر. لو عملنا كليك على الايكون ده وبعدين عملنا سيلكشن لتايتلد بوردر اللي هو اخر اوبشن عندنا، ممكن هنا نحط التايتل اللي احنا عايزينه. فممكن نكتب هنا مثلا لوجن، وبعدين ممكن نغير كمان الفونت، ممكن نخليه بولد ونخليه مثلا 14 السايز بتاعه، وبعدين نقول اوكي. فنلاقي فعلا اللوجن ابتدت تظهر لينا بهذا الشكل. وبعدين بعد كده نبتدي نزود من الباليت البوتونز الاولاني، وبعدين بعد كده البوتون الثاني، وهنا هنغير التكست بتاعته نخليها اوكي، وهنا هنغير التكست بتاع ده نخليها كانسل، وبعدين نغير الفاريبل نيم خلي مثلا ده اوكي بوتون، ونخلي ده كانسل بوتون. بهذا الشكل ممكن نغير السايز بتاع البوتون بحيث ان الاثنين يبقوا قد بعض. دلوقتي عايزين مثلا وليكن نبتدي نحط الاكشن الكورسبوندنج مثلا للكانسل، بحيث ان هو ممكن يخلي اللوجن نفسها تختفي اول ما نبص اول ما نكليك على كانسل. فممكن نقول ايفنت، وبعدين نقول اكشن، وبعدين نقول اكشن بيرفورمد، وبعدين هنا ممكن نقول ان البانل نفسها اللي هي ممكن نديها اسم برضو. لو جينا هنا عن البانل وعملنا تشينج فاريبل نيم، وبدل ما هي اسمها جي بانل 1 ممكن نديها نقول اللي هي اسمها لوجن بانل. فنعمل سيف، وبعدين نرجع تاني للكود اللي هو بتاع الكانسل. الظريف برضو ان احنا اول ما بنعمل دبل كليك بياخدنا على طول للاكشن بتاعت اللي هي الاكشن بيرفورمنت. وبعدين نكتب هنا لوجن بانل، وبعدين في فانكشن اسمها سيت فيزيبل، وبعدين انه هي بتاخد يا ترو يا فولس، بتاخد بوليان. احنا هنخليها فولس بحيث ان لو حد عمل كليك على اللوجن ابلكيشن، لو عمل الكليك على كانسل ان هو يخلي الاظهار بتاعها يختفي. فكده بالنسبه لللوجن ويندو. برضو عايزين نعرف الجزء بتاع لما بنعمل كليك على اوكي. فلو جينا ايفنت وقلنا اكشن بيرفورم، هنا هنبتدي نشيك مثلا على الباسورد، اليوزر نيم والباسورد اللي احنا دخلناهم. في مثلا ممكن نتخيل ان اليوزر نيم هتبقى اسمها تيست، والباسورد هيبقى برضو تيست. فهنا الكود بقى بنختبر هل التكست فيه اليوزر نيم بقى فعلا. لو ما سواش تيست ممكن نعمل اكشن هنا، هنشوفها في الفيديو اللي جاي. برضو لو الباسورد ما سويتش تيست ممكن نعمل لها اكشن هنا. وبعدين هنا في الـ لو الاثنين طلعوا فعلا سلام تيست، فابتدي بعد كده نخلي اللوجن بانل تختفي، وبعدين بعد كده هنبتدي نخلي الويندو الجديده بتاعت الديفايس بوك هي اللي تظهر بعد كده. فهنبص طبعا بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه الكلام ده هنعمله ازاي. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.